حصن قيادة الاستقبال وعلى هذا التعاون السلمي، وبأكد إن احنا فعلاً معاً كمؤسسة الدولة نعمل معاً لتخفيف المعاناة عن المواطن المصري وبخاصة الطبقات الأكثر. فبينما تسعى وزارة التأمين إلى توزيع السلع الأساسية عبر البطاقة الإلكترونية لكل شهيد أو مستحقين لهذا الدعم، من ضمن إليه بمسدة ولو جزئية بجانب من التخفيف أيضا لتوزيع أيضا شنطة غذائية قوية رمضان بالنسبة لهذا الشهر الكريم على الأسر الأكثر حاجة، التعاون في المقام الكريم ان شاء الله. الامر الثاني والاهم وبوضوح ان بعض الجماعات المتجهه للدين التي كانت تتخذ الدين وسيله لتحقيق اغراضها او مصالح انتخابيه او سياسيه كانت تستغل حاجه الفقهاء في توزيع الزيت او السكر او الشنط الغذائيه كوسيله للجذب، فاحنا بنقدم ضمه من خلال البير احنا وضعنا خطه تمثلت في توزيع أكثر من 40 مليون جنيه نقدا في شكل مساعدات وإعانات وتحقيق شروط الواقفين للمستحقين. أيضا هناك ما يسمى بالقانون استاذ زينكو 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 استا